السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بحضراتكم في تسجيل جديد على قناه الاستشاري محمود ابو سته. والنهارده احنا في موقع وعايزين نتعرف على بعض النباتات الموجوده في الموقع عشان كلنا نستفيد بالتسجيل ده. طيب انا فتحت الكاميرا زي ما انتم شايفين كده على نبات اسمه نبات الباتونيا البلدي، عشان عندنا فيه باتونيا مستورده. الباتونيا البلدي هي من الحوليات الشتوية، بنزرعها في شهر 9 و10 في مكان مظلل ومديها مية، أو هي بتطلع عندنا في الأماكن اللي كانت فيها في السنة اللي قبل منها. بناخدها، بناخد الشتلات بتاعتها ونزرعها في المكان اللي احنا محتاجين نزرعها فيه. في نبات تاني زي ما انتم شايفين كده، نبات اسمه نبات الوينكا. الزهرة بتاعته نبات الوينكا، ده نبات وينكا بلدي او بسموه داير. في منه الوان كتير طبعا، في الوينكا المستوردة، والوينكا المستوردة لها الوانها برضو، بس هي بتبقى قزمية مش بتبقى طويلة زي النبات الوينكا البلدي اللي انتم شايفينها قدامكم. النبات ده هو نبات الاكاليفة، بنزرعه حوالين النخل زي ما انتم شايفينه كده، بنعمل بيه دواير حوالين النخل. وانا عملت حلقة عن تكاثر النبات وعنه وعن بعض المعلومات فيه. النبات التاني ده هو نبات اسمه الدورانتا. الدورانتا فيه 4 اشكال للدورانتا. ده دورانتا مبرقشة بصفر، واحنا ماشيين كده هنشوف كذا لون للدورانتا، وبنزرعها برضو زي ما انتوا حضراتكم شايفين كده حوالين النخل، بنعمل بها دواير اهو. ده مسطح اخضر، ده نبات التوكوماريا. هنوري لحضراتكم زهرته دلوقتي، هتظهر معانا قدام في نبات اخر. نمشي مع بعض. طبعا دي نخلة البتشاردة، بتشارديا او الواشنجتونيا. الواشنجتونيا احنا عملنا لها حلقة كلمة فيها عن معلومات عنها. الواشنجتونيا دي اللي قدامنا او البتشارديا، هي برتشارديا روباستا. الزجيزة بتاعها تخين زي ما انتم شايفين كده، وبيدي لحد ما يوصل لبداية تفريع الجريد. طبعا ده النخيل البلدي، حتى هو باين بجايب صباي طرح جديد لسه خارج محتاج يتلقح. هنبقى نعمل حلقة كبيرة عن موضوع النخيل البلدي وتلقيحه. ده نبات الكنة الحمراء. الكنة فيها 3 ألوان، اللون الأحمر واللون الأخضر واللون الأصفر. هنوريكم زهرة الكنة دلوقتي اللي انتوا شايفينها دي. في نبات قدام ظاهر، هوريلكم الزهرة بتاعته. ده الهيبسكس بس مش مظاهر. أشوف لكم نبات مظاهر دلوقتي حالا قدام، هناخده معانا عشان نشوف زهرته. ده لاكينوكاربس يا جماعه، نبات لاكينوكاربس، نعمل بيه اسوار او اشجار. نبات الكنه مظهره زهرته اهي. كنا الحمراء الهيبسكس عندنا مظهر اهو،
انا قلت لحضراتكم اوريلكم الزرع بتاعته. الهيبسكس طبعا نبات منتشر وليه الوان كتير في الزهرة بتاعته. ده لون الاصفر، ده لون كمان اهو، في كذا لون زهرة الهيبسكس. ده نبات التافلة النوريا بلندرا، وهنشوف زهرتها برضو مظهرة موجودة معانا قدام. ده نبات الاوجاستا، الاوجاستا اللي هو عصفور الجنة، فيه تلات انواع منه. الاوجاستا ريجينا، الليستر ليزيا ريجينا، والاوجاستا اللي انتم شايفينها قدام حضراتكم. في حاجه اسمها ريفينيالا، ريفينيالا زي شبه الاوجاستا، بس هي شكلها زي المروحه وشكلها اجمل من الاوجاستا، وبدات تنتشر في المواقع عندنا في مصر. ده نبات جهنميه قزمية، زهرتها جميلة زي ما انتم شايفين كده حضراتكم. ده نبات الفيجاس، وهنشوفه بشكل اوضح. فيجاس بنجامينا جولد، كان الصفرة هي عشان كان في بعض الافراد بتسأل على طريق زراعة الكنة الصفرة. بتزرع في جور زي ما انتم شايفين حضراتكم كده، وبتدينا الزهره الصفراء. طبعا دي الخضره، اللون الاخضر، والاحمر شفناه قبل كده وشفنا زهرته. طيب في نبات اسمه نبات الريو، نبات الريو قدامكم اهو، مزروع بجوار مجرى مائي، مش حمام سباحة، ده مجرى مائي. الريو اهو مزروع بشكل دايرة، كنبات تحديد زي الشرانية اللي هي زناريا. ودي زهرة نبات الافوربيا ميلي، نبات الجميل اللي بيدينا زهرة، بيدينا زهرة جميلة وكثيفة، وخاصة في الشتاء. وانا عملت حلقه عن النبات ده. هو الصبار اللي قدامكم ده صبار اسمه مدغشقر. مدغشقر نوع من انواع صبارات العجاف، واللي بدا ينتشر بشكل كبير، وهو بيزرع في مواقف في الطريقه الحديثه دلوقتي. بنزرعه على خطوط تنقيط، بيبقى على مسافات متساويه، فبيدي شكل كويس في المكان اللي هو مزروع فيه. ده نبات التكومة، شجرة التكومة، توصل لأربعة وخمسة متر وستة متر تكومة. زهرتها صفرة زي ما انتم شايفين كده، في منها الميجوز وفي منها المفرد. تكومة زهرتها جميلة، تكومة ستانس، ومنتشرة بشكل كبير في مواقع كتيرة. في عندنا في مصر. طيب نشوف شكل الدورانتا الليموني والاكاليفا، لما نزرعهم كدوائر حوالين النخل. يا جماعه يعني بيبقى منظرهم جميل جدا، وخاصه لما حضرتك تقصهم على طول، دايما تقصهم وتحرك المقص عليهم فيديك الشكل اللي انت شايفه ده. شايفين شكل الجوره؟ الجوره دي كبيره شويه، فالدورانتا واضحه فيها، واضحه بشكل كويس فيها، ومقصوصه طبعا قريب، فالنبات كله متساوي بشكل كويس. انا قلت لحضراتكم ان الدورانتا في منها اربع الوان. ادي الدورانتا الليموني يا جماعه، دي دورانتا ليموني، لكن دي دورانتا برقشه باصفر. يبقى كده عندنا اتنين من الدورانتا لونين. هنخش على لون تالت موجود عندنا، وهقول لكم اللون الرابع هيبقى شكله ايه، لانه مش موجود معانا هنا في الموقع. الدوائر اهي واضحه قدام حضراتكم حوالين النخل، شايفين يا جماعه؟ بصوا الدايره عامل ازاي،
جميلة جميلة، كل ما تروح حضرتك تقص فيها وتحجمها وتخليها تشتغل في اطار معين يديك جمال وشكل احسن. اهو يا كليفة جميلة. باتونيا رائعة، الباتونيا، باتونيا البلدي 2 كربس، بتشكل اهو، تعمل اسوار زي ما حضرتك عايز، شكله مستوي، تشكله اشكال زي ما انت عايز، لكن هو الكربس بيشتغل معانا. شايفين يا جماعة الباتونيا؟ نخيل الفونيكس، الفونيكس البلدي بتاعنا اهو بدأ يقل، الفونيكس بدأت تقل من السوق، لأنها شكلها جميلة وتعمل جسم متضخم والجديد بتاعها شكله كويس جدا، بس معرفش هي بدأت تقل ليه، المشاكل ما عادش حد ينتجها كتير. باتونيا الدورانت اهي معانا، ده اللون الثالث من الدورانت، اخضر مبرقش بابيض، ده كده عندنا ليموني مبرقش باصفر ومبرقش بابيض، وبعد كده اللون الرابع هو اللون ده، ده من غير اي حاجه. طب الورقه كلها بنفس الشكل ده اهو. دورانت ليمون اكاليف شفناها قبل كده. النبات ده اسمه ليكوفوليوم، ليكوفوليوم ظهر زهرة بنفسجي في حالة اعتدال جو، لما يكون الجو كويس يظهر، هو الفترة دي داخل على ازهار. في نبات كده انا جاي هنا عشان اوريه لكم، لان احنا الحاجات اللي احنا شفناها دي شفناها قبل كده. اهو النبات ايروبس، ايروبس انا عملت عنه حلقه قبل كده. ايه يا جماعه ايروبس نبات جميل. وبيظهر في الشتاء وبيدي الشكل بتاعه ده في الشتاء، لكن في الصيف في الاماكن الحاره بيتعب جدا، لكن في الاماكن اللي زي القاهره والاماكن اللي هي المعتدله بيفضل موجود، بس ما بقاش ليه زهره، بيظهر بشكل كثيف كده في الشتاء وفي ايه والخريف الربيع الاجواء المعتدله. عايز اوريكم زهرة التكوماريا، عايز اوريكم شجيرة جودريفيا، واحنا ماشيين كده هتصادفنا شجرة الجودريفيا، هناخدها معانا واوريكم زهرة التكوماريا عشان تستفيدوا بال ان احنا شفنا الشكل النبات نفسه التكوماريا، لكن ما شفناش الزهر، وانا وعدتكم ان انا اوريكم الزهر. جمال جمال باتونيا يا جماعه، جميله باتونيا، بتخلي المكان بتاعك، وعلى فكره بتدي ريحه حلوه جدا 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 بالليل. وصلنا النبات او شجيره جودريفيا، جودريفيا يا جماعه زي ما انتم شايفين كده جميله، زهرتها جميله جدا. الفيكاس بنجامينا جولد، هوريه لكم قدام شكله واضح اكتر من هنا. زهرة التكوماريا اهي، التكوماريا في منها الزهرة دي اللون ده واللون الاحمر، وفي زهرة منها اللون الاصفر.
عايز اوريكم نبات كف مريم، وهقول لكم الفروق ما بين كف مريم الاحمر كف مريم الاخضر. دي زهرة التفلة، انا وعدتكم ان انا اوريها لكم. زهرة التفلة اهي يا جماعة، كانت موجودة معنا في الفيديو اول فيديو بس ما لهاش زهرة، فكويس ان احنا لقينا زهرتها عشان نوريها لحضراتكم. دي كف مريم، كف مريم في منها الحمرة دي اهي ظهر الورقة محمر كده، وفي منها الاخضر خضرة هتبقى الشكل ده من غير يعني الظهر ده الوش، لكن دي الظهر بتاعها مختلف محمر. في هو التاني كف مريم كده كنت عايز اوريه لكم، اوري لكم الفيكاس، الفيكاس بجامينا جولد. شايفين يا جماعه الفيكاس مع الشمس لما بتنزل عليه تحس ان هو ذهب، اسمه فيكاس بنجامينا جولد، رائع جميل. ده لكنه كاربس طبعا، شكله باي شكل انت محتاج تشوفه بيه. ده نبات الريحان يا جماعه، بس الريحان طبعا لازم تقص البذور بتاعته دي، هما كده داخلين على ان هم يقصوها عندنا، لان البذور بتاعته بتعجز النبات بتخليه شكله مش مظبوط، يعني بتاكل العود. كف مريم برضو هي نفسها الحمراء، كنت عايز اشوف كف مريم اخضر اوريه لكم بس واضح ان احنا مش هنلاقيه. طبعا ده الفيكاس العادي، الفيكاس البنجامين العادي. الكنة اهي طريقة زراعتها في جورة اهي. بنصينها ازاي؟ لما الزهرة بتاعتها بتدي زهرة، بتدي زهرة يا جماعة في من المنطقة دي كده اهو، تدي الزهرة بتاعتها هنا وتعمل حامل زهري وتدينا الزهرة بتاعتها، وبعد كده بروح ايه وراح ماسكها كده وراح ساحبها جامد، فتروح طقة كده والخلفيات بتاعتها بتعوضها تطلع بقى مكانها، يعني خلاص هي طالما اديتني الزهرة خلاص انا اشيلها خفها علشان تسيب مكان ليه لخلفتها. بكده يبقى احنا شفنا مجموعة من النباتات وشفنا ظهورها واتكلمنا على بعض المعلومات فيها، وهننهي الفيديو مع حضراتكم ومع تسجيل اخر في قناتنا، قناة الاستشاري محمود ابو ستة. واشكركم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.